هي محتاجة اللي انت بتقوله ده، ان انا حد زيك يبقى قاعد معايا مسؤول في القطاع انا اسمعه فاقول لهم يا جماعة ايه الحكاية، طب شغل ده شيل ده اعمل ده هانز اون لانه خارج الصندوق. ايوه ايه الحكاية الموضوع ايه مش موضوع لأنه لو هنشتغل نظري هنقعد في خطط ومجلدات كبيرة ولا في وقت، ما عندناش وقت ملوش علاقة بالظرف الراهن ده، ملوش علاقة بالكتب والمجلدات. طيب أستاذ محمود، دي مشكلة بتتحل. أستاذ محمود حضرتك راجل من بتوع صناعات الغزل، إيه التحديات اللي عندك؟ إيه مشاكلك؟ هل مثلا دلوقتي بقى عندك قدرة إنك تفتح اعتمادات ولا لسه موضوع الاعتمادات ده واقف؟ إحنا بص حضرتك الاعتمادات المستندية إحنا عارفين إن دي أزمة طارئة وكلنا بنتعايشين معاها، لكن بنحاول نحلها، حلها عندنا حلول منها عشان نوفر مواد الخام، ان المغازل تشتغل والقطن، وده بدا النهارده الشركه القبض عمل لما بدانا نتكلم حضرتك بتقول عليه ايه الحلول اللي خارج الصندوق. اتصالات مباشره بالوزير قطاع الاعمال على طول بيتعاقد على قطن الشعر الثاني جاي، المغازل هتشتغل، مش هستنى لما افتح اعتمادات واجيب غاز من بره، هشغل مغازلي واوفر عملتي واشتغل واصدر واعمل قيمه مضافه عاليه واشتغل. عندنا مشاكل طبعا، عندنا مشاكل في الماليه، عندنا مشاكل في القيمه المضافه اللي موجوده، عندنا مشاكل في الضرائب، عندنا مشاكل في الريع، الوزارات المختلفه، وده اللي كلمناه معايا الوزير، لازم يريح يبقى في راحه لاصحاب المصانع ومرونه في التراخيص ومرونه في الشغل عشان نقدر نوفر ونشتغل، لان احنا عندنا طلبات رغم الظروف ديت للتصدير غير طبيعيه في كل المصانع. المصانع دلوقتي متوقفه على عدم وجود المواد الخام. عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اصحاب المصانع والله العظيم يا استاذ عمرو بقى لهم 6 أشهر بيدفعوا مرتبات ومفيش خامات، الانتاج شغال 30% ونص بلدي، شغلونا ووقفونا. انت بتقول لي ان في مصانع واقفه بقى لها 6 أشهر؟ شغاله 30% من طاقتها، 30%. النهارده حضرتك عايز اقول لحضرتك حاجه، القوى العامله النهارده بتدفع لنا وبنشكر وزير القوى العامله، بس ده انا مش مبسوط. اكبر مصنع بيصدر لاوروبا وامريكا، عدم وجود الاعتمادات وعدم وجود الوصول الخام، حضرتك بيوقف وبيدفع بيقبض العمال من صندوق التجاره، ده مش مقبول، ده غير مقبول. فبسرعه الحقونا في ان احنا اولا احنا كانت الغاز اللي مش ما كانش بيتاخد، خليني اكلمك برضه يا استاذ عمرو، انا بتكلم بشافيه، احنا محتاجين نبقى متواجدين وقريبين من بعض الايام دي. ليه؟ لان في كل حته ناس بتستغل الموقف ده، تعرف حضرتك اغنياء الحرب، في مواقف من المواقف دي بيخش ناس بيستفيدوا من وبيزايدوا على الناس. ممكن يجي هو يقول لك افتحي مستلزمات انتاج، هو ياخده ده ويبيعه وما يوصلوش. زي المبادرات اللي اتخذت النهارده، معالي الدوله الرئيس الوزراء قال رقم ان في 320 مليار جنيه توزعوا على المشاريع الصغيره والمتوسطه دعم الصناعه. انا هذا الرقم لم يستفد به الصناع بنسبه مش عايز اقول النسبه عشان بس ما تبقاش صادم، لكن في مشكله في توزيع الحاجه. الاراضي اللي تم توزيعها في 7-8 سنين اللي فات، هقول لك رقم من بق وزيره السابقه، ان ال 3 مليون فدان اللي تم توزيعهم مرفقين من الدوله على الصناعه، ما تم استغلالهم 20% فقط منهم كصناعه والباقي كله تسقيع اراضي. هذا ما دي شوبينج، لان انت يعني حضرتك ما بتتكلمش مفهومه باشمهندس، وانا ارجو انه الخطوه الحوار الحكايه بنفس الاسلوب اللي بدانا بيه، واحنا مش متفائلين والله يا عمرو بيه. لا ان شاء الله خير، وهو ما دام بنقعد ندور ونشوف ايه الحكايه وايه الموضوع، وهي بتبقى محتاجه من المسؤول جره قلم، افتح ده، غير ده، تغيير المسارات في الازمات مهم جدا. ما هو دي لجنه الازمه، ما هو انت لو في الازمه هتفضل تتعامل زي الوقت اللي ما كانش فيه ازمه هتبقى مشكله، فهي فرصه الان رب حرب نافعه، ان دلوقتي نفتح بقى كل المجالات، نشيل كل البيروقراطيه ونقدر نتعامل مع الناس بشكل مباشر. بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمود الشامي.